اخوان، السلام عليكم. انا اليوم بغيت نجي نوريكم واحد الفيديو جديد على واحد الطريقه ديال الطحين ديال البروبوليس، اللي هو العقبر باللغه العربيه او لا صمغ النهل. بروبوليس هو داك الصمغ باش كي يسودي نحل الاطارات في الخليه، كيتسمى البروبوليس. اليوم غادي نوريكم فيديو كيفاش كنطحنوه وكنردوه بحال ما هكا بودره، طريقه سهله ان شاء الله. دابا غادي نحتاجو غادي نوضعوه في المجمد واحد المده ديال 24 ساعه ولا اكثر، باش كتكون العمليه ديال الطحين سهله. هو هذا دابا راه هذا بروبوليس ديجا مطحون، غادي نوريكم الطريقه ديال الطحين ديالو. تابعوا معايا الفيديو الاخوان. إذا الإخوان بعد ما درناه في المجمد واحد المدة ديال 24 ساعة، هو يستحسن نديروه في المجمد واحد المدة ديال 24 ساعة ولا أكثر، باش كتكون عملية ديال الطحين سهلة. هاهو دابا درناه في المجمد مدة ديال تقريبا واحد 26 ساعة ملي خرجناه من المجمد. هي الحالة ديالو كيفاش دايرة، جامد بزاف. غنخرو غنديروه في الطراب، الطراب الكهربائي، كل بواطة كل رابعة تقريبا ديال البروبوليس غادي نزيدو معاها جوج معالق ديال المايزينا، جوج معالق من المايزينا ديال النشا الذرة. اذا غادي نعبرو المعلقة الاولى هي، نزيدو معلقة اخرى، جوج معالق ديال المايزينا ديال النشا الذرة، ومباشرة غادي نديرو في الطراب الكهربائي. خاصنا ما نتعطلوش، كي مباشرة ورا ما نجبدوه من المجمد نديرو في الطراب الكهربائي. دقيقة كاع ديال الطراب على حسب الطراب، إلا كان الطراب مزيان. هاهو دابا ولا غبرة، شتوها؟ غادي ناخدو دابا هاد الصفاية هادي، وغادي نعاودو نصفيوها باش إلا بقات شي حاجة كبيرة بزاف غنعاودو نطحنوها. صافي، هادي هي الطريقة ديال الطحين ديال البروبوليس، سهلة. كيبقى واحد شويه ما شداتوش الماكينه ديال الطحين، غادي نعاودو له مره اخرى. هذه هي طريقه سهله ديال الطحين ديال البروبوليس. غادي نزيدو واحد رابعه اخرى عاوتاني. ها هي شفتو كي دايره في المجمد، قاصح. اذا ما درناش في المجمد مستحيل غادي يطحن، حيت هو ديال بحال العلك. غادي نضيفو معاه عاوتاني جوج معالق ديال النشا الذرة، ها الأولى، نزيدو الثانية، ها هي شوية، جوج معالق ديال النشا الذرة، ونكررو عاوتاني العملية مرة أخرى. هذه هي الطريقة.
في الاخير الاخوان احنا حصلنا دابا على هاد البودر هادي ديال البروبوليس. هذا دابا بروبوليس مطحون صالح للاستعمال، شتو كيفاش دير تولي بودرة، تستعملوه مع العسل، نستعملوه مع بزاف ديال الامور. هذا راه مضاد حيوي مهم بزاف. صافي غادي نعبئوه في لي بواط ديالو على حسب الطلب ديالنا. هادي غادي الطلبيه هادي غادي نرسلوها لواحد الاخ ان شاء الله في مدينه طنجه، نتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. اذا الاخوان هذه هي طريقه ديال طحن البروبوليس سهله. اخوان اللي عجبكم الفيديو ديالي تابعوني، نتمنى يكونوا عجبكم صراحه الله. مرة كنلوح لكم فيديو جديد، واخا كنغيب عليكم شويه ولكن مرة كنتفكركم. ظروف العمل ما كتسمحليش باش ندير كل مرة فيديو جديد. اذا هذه هي طلبيه ديال الاخ ديالنا من مدينه طنجه. كنشكركم بزاف الناس اللي كيديروا لنا متابعه، والى اللقاء الى فيديو ان شاء الله اخر. السلام عليكم.